أسعد الله صباحكم الزول في اللون، المشاهدين الكرام، مستمعي راديو الشمس فان في عدد جديد من حصتكم اليومية قهوة وجورنال، اللي راح نطرقوا من خلالها إلى أهم ما جاءت به الصحافة الوطنية لنهار اليوم السبت، بالإضافة إلى باقي فقرات البرنامج. نبدأ بمعرض الصحافة وبجريدة نهار، واللي فتحت صفحتها الأولى اليوم بالمستشفيات والكارثة الواقعة داخل هذه المؤسسات الاستشفائية التي من المفروض أن تكون المأمن لصحة المواطن. قالت مخروبة في السبيطارات والسبب غياب الأطباء والكسيرجات، وانكشفت الزيارات الفجائية والمعاينات التي قام بها أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن الوضعية الكارثية التي يعيشها القطاع الصحي في الجزائر، وذلك من خلال غياب أدنى الضروريات والتي من بينها الأطباء والممرضون وأعوان الأمن وحتى أعوان التنظيف، ناهيك عن الغياب الكلي لأدوات العمل التي معظمها في وضعية يرثى لها. توزيع الكتب المدرسية على التلاميذ قبل 10 أكتوبر، وإن أمرت وزارة التربية الوطنية بضرورة استغلال مخزون الكتب المدرسية المسترجعة والمخزنة عند الشروع في عملية توزيع الكتاب المدرسي في إطار المجانية، فيما أكدت الوزارة على ضرورة إنهاء عمليتي البيع والتوزيع المجاني قبل 10 أكتوبر. الجيش لا ولن يتسامح مع أي تجاوز قد يؤدي إلى الفوضى، هكذا دعا نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح دعا تدخل الجيش في السياسة مع قروب الاستحقاقات الانتخابية المختلفة إلى الاهتمام بكسب ثقة الشعب من خلال الاهتمام بانشغالاته الملحة في الاستحقاقات الانتخابية، مضيفا أن الجيش يعرف حدود ونطاق مهامه الدستورية والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال إقحامه في المتاهات الحزبية والسياسية والزج به في صراعات لا ناقة له فيها ولا جمل. هكذا كان رد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح على السياسيين الذين أرادوا إقحام الجيش في العمل السياسي. هكذا كان رد المؤسسة العسكرية، فألف تحية إلى هذه المؤسسة الكبيرة. التحقيق في تزوير بطاقات VIP للدخول إلى مركب كوروندور، وإن رفع مجمع سياحة فندق وحمامات معدنية شكوى رسمية لدى مصالح الأمن المختصة في ولاية طيبازا ضد مجهولون تورطوا في تزوير وبيع بطاقات الدخول لمركب القرن الذهبي بطيبازا، والتي يتم منحها مجانا من قبل مؤسسة سير سياحي بالولاية والمجمع للأشخاص من أجل دخول المركب والترويج للسياحة الجزائرية والاستفادة من الخدمات المقدمة داخل هذا المركب. إلى جريدة البلاد، قال الطمار يتوعد المقاولين الغشاشين في إنجاز السكنات، وحذر وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد الطمار من عقوبات صارمة تلحق بالمقاولين المتحايلين في عملية إنجاز المشاريع السكنية، حيث تصل هذه العقوبات إلى فسخ العقد، مؤكدا أن لجان المراقبة تسهر على مراقبة وتيرة الإنجاز لأزيد من 3000 عقد مقاولة عبر ولايات الوطن. وقت الجزائر، قالت نتائج امتحانات الترقية في قطاع التربية غدا الأحد، وإن قالت وزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريط أنه سيتم الإعلان عن نتائج مسابقة الترقية الخاصة ب 27 رتبة غدا الأحد ابتداء من الساعة 3:30 على مستوى مديريات التربية. المحور، قالت 40 مليون قنطار إنتاج الجزائر من الحبوب سنويا، هكذا قالت المحور في عنوان لها. وانكشف خبير التنمية الزراعية كليموسوني أن إنتاج الجزائر من الحبوب يقدر ب 40 مليون قنطار سنويا مقابل احتياجاتها التي تبلغ 75 مليون قنطار سنويا، في الوقت الذي تنفق الحكومة ما يفوق 4 ملايير دولار على استيراد القمح والشعير والذرة، وهو الإنتاج الذي وصفه المتحدث بغير الكافي، معتبرا أن الجزائر ما زالت تستورد الحبوب والبذور بسبب غياب استراتيجية يحتكم لها القطاع. إلى جريدة الموعد، قالت تعيين 181 قاضي وترقية 1800 آخر، وإن صادق المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية الأولى الخميس على تعيين 181 قاضيا وترقية 1882 آخرين حسب ما أفاد به بيان المجلس الذي جرى تحت رئاسة وزير القطاع وزير العدل طيب لوح ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عملا بأحكام الدستور وطبقا للقانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء.
المشوار السياسي، قالت 95 مليار لفك الازدحام عن العاصمة. وان اعلن وزير الاشغال العموميه والنقل عبد الغني زعلان امس الاول بالجزائر العاصمه عن تخصيص مبلغ 95 مليار دينار خلال 10 سنوات الاخيره من اجل فك الازدحام عن العاصمه وتهيئات ساحلها. المساء قالت اكثر من 3500 طالب سجلوا انفسهم، وانكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار اول امس بالجزائر العاصمة ان اكثر من 3500 حامل لشهادة البكالوريا سجلوا نفسهم خلال الساعات الاولى من فتح الارضية المخصصة لتسجيلات الاولية اول امس الخميس. لوسوار دالجيري قالت شركة المنسوجات التركية الجزائرية تبدأ التصدير، وان اعطى وزير الصناعة والمناجم يوسفي صباح اول امس اشارة انطلاق اول عملية تصدير باشرها مصنع النسيج تيال للشريك التركي لصناعة الخيوط والقماش والالبسة، حيث قام المجمع بتصدير 200 طن من مختلف انواع الخيط لاربع دول وهي تركيا، البرتغال، بولونيا وبلجيكا، انطلاقا من ميناء وهران وميناء مستغانم. الى لديبا قالت امساهل يدعو للتسامح، وان دعا وزير الشؤون الخارجية عبد القادر المساهل أول أمس بواشنطن، وإن قال أن الدين لا يجب أن يصبح خطا للقطيعة وقضاء المواجهة بين الأفراد والشعوب مثل ما يريده أصحاب إيديولوجيات التطرف والطائفية الدينية، مبرزا بالمناسبة الضمانات الدستورية التي تكفل حرية المعتقد والرأي وممارسة العبادة في الجزائر.